بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على الهبات، والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يضاعف لعباده الحسنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. إخواني الأحبة، إن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لهم أعمال يسيرة لها أجور عظيمة، ومن رحمة الله عز وجل أيضا بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن رحمة الله عز وجل أيضا بهذه الأمة أن الله عز وجل شرع لهم عبادات كثيرة متنوعة، عبادات قولية وقلبية وبدنية، يستطيع الإنسان أن ينتقل من عبادة إلى أخرى. وفي جلسة مع نفسي جلست مع بعض الأذكار والأوراد النبوية، فوجدت أن كثير من هذه الأذكار سبحان الله لا تستغرق من لحظات الإنسان إلا دقيقة أو 3 دقائق أو 5 دقائق بالكثير. ووجدت كثير من العبادات التي شرعها لنا الشارع الحكيم ما تستغرق منا إلا لحظات يسيرة، ومع ذلك نجد الغفلة في حياتنا، ونجد كثير من أوقاتنا ضائعة، وخاصة أوقات الانتظار. إذا كان الإنسان في مؤسسة، حتى الإنسان لما يكون في السيارة، في أماكن كثيرة يستطيع أن يستغل هذه الأوقات. ولذلك جاءت هذه الخاطرة: لحظات لكسب آلاف الحسنات. هناك أبواب ولحظات كثيرة نستغل فيها ونكسب فيها الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة. إخواني، هذا الذكر جربته، يستطيع الإنسان في الدقيقة الواحدة أن يقوله 30 مرة. 30 مرة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يعني يستطيع الإنسان في 3.5 دقائق أن يقول هذا الذكر 100 مرة. كم يستغرق منا؟ فقط 3.5 دقائق. طيب، ما الثمرة التي تترتب لو استغلينا هذه الدقائق اليسيرة 3.5 في هذا الذكر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الثمرة: كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. هذه الثمرة الأولى يا إخوان، كأنك اعتقت 10 رقاب في سبيل الله. عتق الرقبة ليس شيء هين يا إخواني، في الزمن السابق هذه العبادة عتق الرقبة ما كان يستطيع يفعلها إلا أصحاب الجدة، أصحاب الغنى، ما يستطيع هذه العبادة أي شخص. فأنت تكتب لك عتق 10 رقاب من أنفس الرقاب،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولدي إسماعيل فقط هذا؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له 100 حسنة، هذه الجائزة الثانية في هذا الذكر الذي يأخذ منا فقط 3 دقائق ونصف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومحيت عنه 100 سيئة، انظر 100 حسنة و100 سيئة، هذا فقط؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حرزا له من الشيطان، حفظ من الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بأكثر من ذلك. انظروا هذه الثمرات العظيمة، 10 رقاب تعتقها في سبيل الله، و100 حسنة تكتب لك، وتمحى عنك 100 سيئة، ويكون لك بإذن الله عز وجل حرز من الشيطان، وتأتي بعمل لا يسابقك أحد إلا شخص جاء بأكثر من ذلك. هذا كله يا أخواني في 3 دقائق ونصف فقط. أيضا من أبواب كسب الحسنات نفس هذا الذكر، إذا قللنا العدد قد يقول الإنسان لا أجد فرصة أن أقول 100 مرة. نقول هناك عرض نبوي آخر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 10 مرات، في يوم 10 مرات. ونحن ذكرنا أن الإنسان يستطيع في الدقيقة الواحدة أن يقول هذا الذكر 30 مرة. ما هي الثمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كعدل 4 رقاب من ولدي إسماعيل. يعني في الدقيقة الواحدة لما تقول هذا الذكر 30 مرة كأنك اعتقت 12 رقبة في سبيل الله عز وجل، فقط في دقيقة واحدة يا أخوان. يردد الإنسان هذا الذكر ويحتسب ويتأمل هذا الأجر العظيم الذي كتبه الله عز وجل. وأيضا يا أخواني من لحظات كسب الحسنات ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده، وهذه جربتها يا أخوان تستغرق منك فقط دقيقة واحدة. دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده، الثمرة التي تنتظرك مغفرة الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر اللي يجمع في طرف البحر لما يأتي الموج، تصور الزبد الكثير الموجود، لو كانت الخطايا، وهذه مبالغة، لو كانت الخطايا كثيرة مثل زبد البحر فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها لك. وأيضا قريب من هذا الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فقط تقوله مرة تغرس لك في الجنة نخلة. والإنسان يستطيع يا أخوان من خلال التجربة أن في الدقيقة الواحدة يقول هذا الذكر 100 مرة. تصور تغرس لك 100 نخلة في الجنة خلال دقيقة واحدة، فكيف بدقيقتين وثلاث وأكثر إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل. وأيضا إخواني من لحظات كسب الحسنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يستطيع الإنسان في الدقيقة الواحدة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بصفة التمام 10 مرات، وهذه جربته، 10 مرات تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بصفة التمام. طيب ما الثمرة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا. تصور 10 مرات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرك الله عز وجل 100 مرة. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط في دقيقة واحدة، هذه 10 صلوات، هذا الأجر العظيم، يذكرك الملك جل في علاه، يذكرك الله عز وجل العظيم. فانظر إلى سعة هذا الأجر العظيم. وأيضا من اللحظات يا إخواني صلاة الضحى. صلاة الضحى لو صلى الإنسان 2 ركعتين خفيفتين ما تستغرق من الوقت بين 3 إلى 4 دقائق. إذا صلى الإنسان 2 ركعتين خفيفتين تأخذ من وقت الإنسان من 3 دقائق إلى 4 دقائق، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 360 صدقة. تأمل يا أخواني، فقط 3 إلى 4 دقائق ولك 360 صدقة. أيضا من اللحظات التي نكسب فيها الحسنات يا أخواني قيام الليل. قيام الليل الإنسان يا أخواني الحافظ والكثير بفضل الله عز وجل يحفظ جزء عما وجزء تبارك. لو الإنسان بس وطن نفسه أن يقوم قبل أذان الفجر 40 دقيقة، يستطيع الإنسان بقراءة الحدر أن يقرأ في الركعات 8 ركعات، يستطيع أن يقرأ جزء عما وتبارك في هذا الوقت. طيب هل هناك ثمرة؟ نعم، ثمرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني له قنطار من الحسنات. ما هو القنطار؟ الجبل من الحسنات، جبل من الحسنات، لأن الإنسان قرأ بألف آية. طبعا قد يقول قائل: هل جزء عما وتبارك 1000 آية؟ نعم، هي 1000 آية تنقصها 5 آيات، لو كرر الإنسان معها مع جزء تبارك وعما سورة الناس 2 مرات تكتمل لك 1000 آية وتكتب بإذن الله عز وجل من المقنطرين. أيضا يا أخواني من لحظات كسب الحسنات قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. أود منكم لما تقرؤون القرآن تتدبرون هذا المعنى في الأجور، أن كل حرف تقرأ من القرآن بعشر حسنات. يا إخواني جرب شيء يسير جدا، جربت أنا في الدقيقة الواحدة سورة الإخلاص. تستطيع أخي الحبيب في دقيقة واحدة أن تقرأ سورة الإخلاص 30 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الإخلاص 30 مرة. 30 مرة سورة الإخلاص فيها 47 حرف، يعني يكتب لك في الدقيقة الواحدة 14,000 حسنة. تصور في الدقيقة الواحدة فقط تردد سورة الإخلاص 30 مرة ويكتب لك هذا الأجر إلى جانب البيوت التي تبنى لك في الجنة، لأن الإنسان إذا قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة. هذا في الدقيقة الواحدة يا أخواني، فكيف إذا الإنسان ضاعف هذه الدقائق. وأيضا يا أخواني من اللحظات التي نستغلها في كسب الحسنات ما جاء في حديث أبي هريرة في فضل الكلمات 4. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختص من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه يا أخوان هذا الذكر، الكلمات 4، يستطيع الإنسان في الدقيقة الواحدة أن يقولها 20 مرة بتؤدة وتمهل. يستطيع أن يقول هذا
20 مرة. طيب ما الثمرة التي تنتظر الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلك بكل تسبيحة 20 حسنة وتمحى عنك 20 سيئة، ولك بكل تكبيرة 20 حسنة وتمحى عنك 20 سيئة، ولك بكل تهليلة 20 حسنة وتمحى عنك 20 سيئة، ومن قال الحمد لله تلقاء نفسه كتب له 30 حسنة ومحي عنه 30 سيئة. يعني يا أخوان، في الدقيقة الواحدة تكتب لك 1800 حسنة وتمحى عنك 1800 سيئة، فقط تردد الكلمات الأربع في دقيقة واحدة. أيضا يا أخواني، من اللحظات التي نكسب بها الحسنات، وأختم به، ما جاء في حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها لما كبرت وضعفت قالت: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله وأنا جالسة. كبيرة في السن، مقعدة، ما تستطيع القيام، ما تستطيع العبادة، وطبيعة الإنسان إذا كبر في السن لا يستطيع أن يؤدي العبادات كما كان في السن الشباب والعنفوان والعطاء. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات، فقال لها: سبحي 100 مرة، سبحي 100 مرة، يكتب لك عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. انظروا يا أخوان هذا الأجر العظيم، سبحي 100، يكتب لك أجر عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: واحمدي 100 تحميدة كأنها 100 فرس ملجمة في سبيل الله، كأنها تصدقت 100 فرس، هذه 100 تحميدة. ثم قال لها: كبري 100 تكبيرة كأنها 100 إبل في سبيل الله عز وجل، بدنة مقلدة كأنها مجهزة للحج وللهدي في سبيل الله. هذا يا إخوان، كل هذه سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة، كل واحدة هذه تستغرق من الإنسان فقط دقيقة واحدة 100 مرة، ويكتب للإنسان هذا الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهللي، يعني لا إله إلا الله، 100 مرة 100 مرة، وهذه جربتها، الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله في الدقيقة الواحدة 50 مرة، يعني خلال دقيقتين تستطيع أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهللي 100 مرة تملأ ما بين السماء والأرض. بماذا تملأه؟ بالحسنات. تملأ ما بين السماء والأرض بالحسنات. هكذا إخواني الأكارم، بقية أبواب الأذكار التي هي ممتلئة بالأجور. هذه الأجور يا إخواني كم اليوم فرطنا فيها، والله الإنسان يتأمل فيها يندم على أوقات كثيرة ضائعة في حياتنا، لو استغلها الإنسان في هذه الأذكار واحتسب هذا الأجر لوجد الموازين بإذن الله عز وجل ممتلئة يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وموازينكم بالحسنات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.